بالعالم العربي. العالمية الأسوأ بالعالم العربي. نعم ليك ما كتير بتابع على كل العالمية. جاب تعطيني اسم خليني بيقاس. خليني أقول لك هون بلبنان أنا مين بلبنان الأسوأ. العالمية تطلع تلفزيون. أنا ما بتعجبني مثلا دانيا الحسيني بالأو تي في. دانيا؟ أو ليك دولي غانم تقدتك لأنه يبقى تنتقد كل مذيعين الأو تي في لأنه مش من سياستيك. لانه اذا هي إيه لانك انت اسوأ مذيع انا ماني شايفه اسوأ لبقى بالحديث تستقبلي نجوم تعملي سكوبات بركي لانه انا استقبلت ناس هي ما قدرت تستقبلهم على طوال 35 او 40 سنه ذكرتيني بشغله كثير مهضومه كان في عنا برنامج اسمه اذاعه الكل على اذاعه شباب لبنان كان يذيع فيه الزميل نعيم حلاوي فمره هيك نكت وقال ولو يا دولي غانم قالك 20 سنه وبعدك بتتقدي وبتتغلطي بالاخبار يعني إيه مشكلتها بس أنا بقول إنه وقت بعده ينتقد الآخر لازم يكون ملم بالمجال أنا بقول الحمد لله طبعا ملم بالمجال هي شغلتها سياسة بس أنا بقول الحمد لله كمان أنا بالسياسة قدرت استضيف ناس من مصر